مساء النور. تجربة الجمعية الطبية لإعادة تهيئة ضحايا التهديد مرت عليها هذه السنة 20 عام. انتقلت السرية سيئة الذكر. كما قلت فهذه التجربة تنغلب هذا الجانب ديالها هو العنف أو التعذيب من المعاصي. حدث إدماج ضحايا التهديد أو تهيئة ضحايا التهديد ثلاثة المسائل. هو الجانب الطبي هو تهيئة ضحايا التهديد من الناحية النفسية والجسدية. اللقاء اللي كنظموه اليوم هو لقاء في إطار المشروع اللي كان نديروه مع لينوكس أو مع الجمعيات كذلك العاملة في ميدان المناهضة للعنف ضد النساء، ومن جانبنا كمهنية الصحة كنعملوا كيفاش نحاول نساهموا في إطار تكفل بالطبي والنفسي بالنساء الذين يتعرضون للعنف والممارسات الغير المشينة حتى بالكرامة الإنسانية. إذن هذا المشروع هو مشروع يؤسس لمرحلة أخرى بالنسبة للجمعية، هو الانتقال بالاهتمام فقط بالاعتقال السياسي والتعذيب الذي يمارس على المعتقلين السياسيين إلى التعاطي مع العنف بشكل عام الذي يكون الذي يستشري في المجتمع ديالنا، كالعنف ضد النساء والعنف ضد المهاجرين أو العنف ضد الأطفال. إذن هو تحول استراتيجي على مستوى عمل الجمعية كتفرضوا علينا الشروط اللي محيطة الآن في تطور المجتمع ديالنا. وشكرا. وكذلك مكتسبات أساسية مهمة بالنسبة لنا لطي صفحة البحر. الوضع الصحي اللي كان جد متابعين. هذه الجمعة الاختتامية ديال واحد المشروع اللي درناه مع المكتب الأممي لتدبير المشاريع اللي دخل في إطار تكفل النساء ضحايا العنف. هذه التجربة ديال السنة اللي قمنا بها بالعدد ديال اللقاءات والندوات والفحوصات مع من طرف أطباء اختصاصيين فيما يخص هذا العنف اللي كتعرض عليه النساء واللي كان مهم بزاف. هذا الجانب هذا كنعرفوا بأنه هناك قوانين زعما في المغرب اللي مهمة جدا في هذا المجال، وكل اللي مهم هو التدبير والمتابعة والعمل على رفع المعاناة ديال النساء المعنفات، لأنه هذا كيشكل واحد زعما جانب كبير ديال الآلام اللي كيتألموا منه. ومهم جدا أنه المجتمع المدني السلطات باش تعمل باش ترفع هذه المعاناة وتقوم بجميع الواجبات باش تكون المتابعة والتكفل للعمل من اجل انه المراه تلقى الحق ديالها في هذا المجال هذا وترصد الدوله الخاوني اللي كدير.